كانت توابع البحرين بمفهومها العام تشمل كلا من جزر البحرين وشبه جزيرة قطر. منذ فتح البحرين عام 1783 ميلادية، ونالت هذه التبعية اعترافا دوليا بعد توقيع معاهدة السلم البحري مع بريطانيا عام 1820 ميلادية، وتبعتها عملية المسوحات البحرية والجغرافية التي عززت ذلك الاعتراف، وتبعت تلك المسوحات توقيع اتفاقيتي عام 1861 وعام 1868 ميلادية، والتي أكدت تبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين. وعلى الرغم من احتلال البدع فيما بعد من قبل العثمانيين المتواجدين في المنطقة، فإن سيادة الدولة الخليفية على بقية مناطق شبه جزيرة قطر والزبارة على وجه الخصوص كان مستمرا وواضحا للعيان. كان الغواصون من أهالي إقليم الزبارة يغوصون في هيرات جزر البحرين والعكس، وهذه خريطة لمغاصات اللؤلؤ توضح تلك السيادة، كما وضحها راشد بن عبد الرحمن الزياني في كتابه الغوص والطواشة. وقد كان والده وجده أحد أشهر طواويش اللؤلؤ في البحرين وتوابعها. ألمت بالمنطقة سلسلة من النكبات أدت إلى انهيار صناعة اللؤلؤ، وكانت البداية في شهر سبتمبر من صيف 1925 ميلادية، حيث ضرب المنطقة إعصار شديد ساهم في غرق المئات من السفن ووفاة الكثير من الغواويص، ودخل الحزن في كل بيت وأطلق عليها سنة الطبعة. تواصلت تلك النكبات مع وصول اللؤلؤ الياباني إلى المنطقة واكتشاف خلطه مع اللؤلؤ الطبيعي في البحرين والخليج وبومباي، وألحقت الأذى بهذه الصناعة والتجارة، وألجأ حكومة البحرين إلى إصدار قوانين لمكافحة الغش بخلط اللؤلؤ الياباني بالطبيعي وتطبيق عقوبات صارمة للمخالفين. ولكن كل ذلك لم ينهي القدر المحتوم، وهو حدوث الكساد العظيم الذي أدى إلى انحسار تجارة اللؤلؤ التي اعتمد عليها أبناء المنطقة قرونا من الزمن. وهنا يبدأ زمن النفط. قبل اكتشاف النفط في البحرين ثم لاحقا بقية دول الخليج العربي، كانت عبادان المدينة الإيرانية الواقعة على شط العرب المصدر الوحيد للمنتجات النفطية في منطقة الخليج العربي، تتولى استخراجه وتسويقه شركة البترول البريطانية الإيرانية، وهي الشركة الوحيدة المحتكرة للنفط فيها. وكانت الشركة المذكورة تصدر منتوجاتها من المواد النفطية إلى جميع إمارات الخليج العربي. كانت المصالح النفطية في ذلك الوقت هي التي تتحكم في توجهات القوى الدخيلة في منطقة الخليج، ومن خلفهم شركة النفط الأنجلو إيرانية. لذلك لاقى اكتشاف النفط في البحرين واستخراجه مقاومة كبيرة، كون شركة النفط البريطانية الإيرانية في عبدان هي المحتكرة الوحيدة للنفط في المنطقة. فتعطلت جميع محاولات اكتشاف النفط في جزر البحرين 10 سنوات منذ العام 1914. وفي عام 1924 قدم إلى البحرين شخص نيوزلندي الأصل بريطاني الجنسية يدعى الميجر فرانك هولمز، على رأس شركة بريطانية تدعى إيسترن أند جنرال سندكيت ليمتد. كانت مهمته تنحصر في استخراج الماء العذب عن طريق حفر آبار ارتوازية. عرض الميجر هولمز على نائب الحاكم سمو الشيخ حمد حفر بئرين تجريبيين، أحدهما في المنامة والآخر في المحرق، على ألا يدفع له تكاليف ذلك إلا إذا تفجر الماء العذب منهما. وفعلا باشر عمله على هذا الأساس، ولما نجح في مهمته تم التوقيع معه لحفر آبار أخرى. استغل الميجر هولمز وجوده في المنطقة، فعهد لبعض الجيولوجيين البريطانيين التحري عن إمكانية وجود نفط في البحرين. وبناء على النتائج الأولية المشجعة لتحرياتهم، وقع في 8 ديسمبر 1925 امتيازا مع حكومة البحرين وتوابعها للتنقيب عن النفط فيها.
وأيضا تم إعاقة محاولات اكتشاف النفط في البحرين مرة أخرى، فما كان من الميجر هولمز إلا أن باع الامتياز لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا الأمريكية، وبدعوى الخشية من زيادة النفوذ الأمريكي في المنطقة تم أيضا إعاقة ومقاومة هذا الاتفاق، وتسبب ذلك في تأخير البدء بالتنقيب عن النفط لمدة 6 سنوات أخرى. بعد تذليل تلك الصعاب بوشر البدء بحفر أول بئر في 16 من أكتوبر 1931، وتفجر منه النفط. وتفجر مع هذا النفط التنافس بين الشركات الأمريكية والبريطانية على نفط الخليج، وكان للمصالح النفطية أثرها الكبير فيما حصل للمنطقة بعد ذلك من سلب للحقوق.